لننتهز كل فرصة ولا نضيع حتى دقيقة واحدة من حياتنا، كأن نحمل معنا الرسالة العملية التي قرأناها في أيام شبابنا من أولها إلى آخرها. فمن الممكن أن لا نذكر كثيرا منها أو ثمة أمور غير ملتفتين ولا منتبهين لها. ليحمل أحدنا الرسالة العملية معه حتى إذا أتيحت له الفرصة ولو بمقدار 5 دقائق قرأ ولو صفحة واحدة من الرسالة، حتى إذا تكررت معه الحالة مرات تأكد لديه أنه كان عنده جهل مركب في بعض المسائل، حيث كان يتصور أنه يعرفها مع أنه لم يكن يعرفها على الوجه الصحيح. ليأخذ أحدنا الرسالة العملية ويقرر أن يحفظ عدة مسائل منها كل يوم في مختلف الأبواب، فيعرف حكم الله في التجارة والزراعة والصلاة والأراضي ومعاشرة الإخوان والجيران والأرحام والوالدين والأولاد. فإن أصحاب الأئمة سلام الله عليهم لم يكونوا كلهم فقهاء متفرغين، بل كان فيهم البقال والكاسب والتاجر والطحان والقصاب والتمار، ومع ذلك حفظوا لنا هذه الروايات وحفظوا لنا الأحكام حتى هذا اليوم.